بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومتابعي الموقع الخاص بالاتحاد القطري لكرة اليد، أهلا ومرحبا بكم في افتتاح مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام لموسم 2020-2021. المباراة التي تجمع بين الريان الذي يلعب على يمين الشاشة باللباس الأحمر والأسود، والملك القطراوي الذي يلعب على يسار الشاشة باللباس الأسود والأصفر. بداية اللقاء والهجمة الأولى عند فريق الريان بقيادة حارس المرمى المونديالي محمد عبيدي والمحترف ستيفان بويوفيتش، وفي مركز الجناح الأيسر محمد سعيد، وصناعة اللعب عمر الصفدي وأمين زكار ونصر الدين الشاذلي وجوبو في مركز الدائرة بقيادة المدرب القدير المصري الكابتن خالد محمد. الملك القطراوي في حراسة المرمى ديجان، وفي مركز السنتر اللاعب رقم 17 اللي هو أحمد عبد الله. نشاهد الآن تقدم الرهيب الرياني بالهدف الأول في اللقاء. نشاهد الآن فريق قطر في الهجوم وتمريره لاعب الدائرة وهدف، هدف التعديل. 1-1 الآن، يلعب الرهيب الرياني بل ويدخل الجولة هذه الجولة الرابعة وفي رصيده خمسة نقاط من مباراتين، فوز وتعادل. نشاهد الآن أما الملك القطراوي بالمركز السادس بخمسة نقاط أيضا من ثلاثة مباريات. هنا التمرير لاعب الجناح والهدف الثاني للملك القطراوي عن طريق اللاعب من مركز الجناح الأيمن. هنا التمريرة خاطئة من ستيفان فويوفيتش. الكرة الآن عند لاعبي فريق قطر وفرصة لأخذ الفارق من جديد إلى هدف واحد. ربما النتيجة الآن تشير إلى التعادل، هدفين للفريقين. تمريرات لاعبي الخط الخلفي، فريق الريان يعتمد على الدفاع 6-0 متقدم نوعا ما على اللاعب الذي يمتلك الكرة. شاهد الآن تمريرة لاعب الدائرة، تمريرة خاطئة ولكن خطأ 9 أمتار، خطأ 9 أمتار للاعب هادي حمدون، وتصويبة وتصدي ولكن الكرة تعود لمصلحة الأصفر والأسود فريق قطر. هادي حمدون يعود إلى مركزه الرئيسي، مركز الظهير الأيمن، واللاعب أحمد عبد الله في صناعة اللعب الآن. نشاهد أيضا آدم التجاني أيضا كلاعب خط خلفي، وهنا الهدف ربما هدف، نعم هدف من مركز الجناح الأيسر عن طريق اللاعب عيسى محمد. الكرة لمصلحة الرهيب الرياني، الآن يتقدم فريق قطر بثلاث أهداف مقابل هدفين. آدم التجاني، دفاع قطر أيضا متقدم 6-0 ربما أو نوعا ما 5-1، يعني 6-0 متقدمة على حامل الكرة، وخصوصا هناك على الظهير الأيمن أمين زكار المونديالي القادم من المنتخب
تعود الكرة فاست بريك، هجمة مرتدة لفريق قطر، يتصدى محمد العبيدي لهذه الكرة وفرصة للرهيب الريان للتعديل ناصر الدين الشاذلي، ولكن أيضا الكرة في القائم الأيمن لحارس المرمى لتعود مرتدة سريعة أيضا أوه لا داخل 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 الستة أمتار في المنطقة المحرمة، لتعود الكرة الآن لمصلحة الأحمر الرياني لتعديل النتيجة. عمر الصفدي يهدي اللعب، استيفان بويوفيتش وأمين زكر كلاعبي الخط الخلفي للرهيب الرياني، ونزول جوفو في مركز الدائرة. محمد سعيد نشاهد أيضا علي عنادي فريق الرهيب الرياني يدخل في الدفاع. الآن نزول دائرة ثاني فريق قطر ودفاعات قطر متقدمة، ولكن أمين زكار يفك الشفرة ويحرز هدف التعديل مع الدقيقة السادسة أو السابعة للشوط الأول. تعود الكرة في الهجوم وستة صفر على اللاين، يلعب على الخط الآن فريق الريان دفاع ستة صفر، يعني أمين زكار وفويوفيتش في السنتر، علي عناد وعمر الصفدي لاعبين الأربعة في الدفاع، وفي الأجنحة محمد سعيد وناصر الدين الشاذلي. نشوف ما رأيه الملك القطراوي، تصدي من عبيدي، حلوة هذه الكرة وحلو هذا التصدي، فاست بريك وخاطئ من أمين زكار. تعود الكرة لمن؟ تعود الكرة لمصلحة الملك القطراوي من جديد، من جديد تعود الكرة، وهادي حمدون وأحمد عبد الله الخط الخلفي لمصلحة فريق قطر. آدم التجاني وأحمد عبد الله وهادي حمدون، الأجنحة فهد صالح تصويبة لا بل تمريرة إلى مركز الجناح، حلوة 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 الهدف الثاني على التوالي لهذا الجناح الأيسر الجميل اللاعب رقم 11 اللي هو عيسى محمد. حلوة يا عيسى، حلوة يا عيسى، 4-3 لمصلحة الملك القطراوي حتى الآن، يقدم مباراة جيدة وجميلة. عمر الصفدي وفويوفيتش وأمين زكار الخط الخلفي في حيرة من أمرهم حتى الآن، نصل إلى الدقيقة الثامنة من مجريات الشوط الأول لهذه المباراة افتتاحية الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام. والآن وخطأ تصدي جميل من حارس الملك القطراوي ديجان يا ديجان، حلو التصدي الأخير، هذا العملاق القطراوي مدرب الفريق رستي أوستي للملك القطراوي، ومحاولات للظفر بنقاط هذه المباراة كاملة حتى الآن، هو المتقدم والمسيطر على المجريات، ولكن لسه بدري بدري على المباراة، احنا في البدايات. وحلوة التمريرة هادي ورمي جزائية 7 أمتار عن طريق حكام اللقاء منصور السويدي وخالد الهيل. نشاهد الآن لمن الكرة في التصويب، اللاعب رقم 17 أحمد عبد الله هذا الأسمراني الأشول الجميل، هل سيسجل أم لعبيدي؟ رأي آخر. برافو برافو يا أحمد عبد الله من بين أقدام محمد عبيدي الحارس المخضرم صاحب خبرة كبيرة، والمونديالي القادم من صفوف منتخبنا الوطني الذي مثله خير تمثيل في بطولة العالم الأخيرة والتي أقيمت هناك في جمهورية مصر العربية. عمر الصفدي والمحاولات الآن للتعديل أو لا لتقليص الفارق، جوفو ناصر تمريرات ونزول دائرة ثاني، ولكن هل من جدوى؟ جوفو
تعود الكرة لفويوفيتش ومحاولة اختراق لدفاعات الملك القطراوي، ولكن صلابة دفاعية قوية ومتماسكة. هذا الأصفر الجميل حتى الآن 5-3 مع العشر الدقائق الأولى لهذا الشوط، الثلث الأول الشوط الأول. حتى الآن سيطرة قطراوية، نشوف حلو 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 الكورة، حلو الكورة، واللاعب رقم هذا مين؟ لكن عبيدي بالمرصاد، عبيدي لها بالمرصاد، ضيعتها يا فهد. فاست بريك، كانت فرصة للملك القطراوي بأن يوسع الفارق إلى 3 نقاط، يضطر على إثرها الكابتن خالد لطلب وقت مستقطع لتدارك الأمور ولتحسين وضع الفريق وتقليص الفارق ومن ثم التعديل. العشر دقائق الأولى، الملك القطراوي حتى الآن هو الأفضل وهو المسيطر على مجريات اللقاء. نعود الآن لاستئناف ما تبقى من مجريات الشوط الأول لهذه المباراة الافتتاحية للجولة الرابعة لبطولة الدوري العام، واختراق جميل من عمر الصفدي، ولكن التصدي أجمل من الحارس القوي حتى الآن والذي يؤدي مباراة طيبة. وعشر دقائق أولى ديجان، والملك القطراوي يفرض سيطرته من جديد، قوة دفاعية وتماسك كبير بين اللاعبين في صفوف الدفاع. الرهيب الرياني ومحاولات لإيجاد حلول لاختراق هذا الفريق المتماسك في الدفاع، ولكن حتى الآن المعادلة صعبة. يخترق الدفاع مرة، يتصدى لهم الحارس العملاق الآخر ديجان، هادي حمدون وأحمد عبد الله وآدم التيجاني، الخط الخلفي للملك القطراوي ومحاولة الاختراق، بل ربما التصويب من بعيد، ليش لا؟ أوه هادي حمدون يطلق قذيفة قوية يباغت بها الجميع، وأولهم وعلى رأسهم محمد عبيدي الحارس الكبير، ويوسع الفارق إلى 3 أهداف. 6-3، حلوين 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 لاعبي فريق قطر حتى الآن يؤدون المباراة بالشكل المطلوب وبشكل جميل حتى الآن. 6-3، نلعب في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول. الفريق أو الرهيب الرياني ونزول ملاش، كمال ملاش الآن كلاعب خط خلفي لي يعني خلاص استخدام الحلول كلها، كل الحلول الآن ارمي بأوراقك يا كابتن خالد. ربما، أنا أقول ربما، يمكن بتفرط المباراة إذا ما جبتها من بدري. شوف الدفاع القوي ناصر الدين، لا كمال، وهدف على عكس يده كمال الدين ملاش، وتقليص الفارق الهدف الرابع الآن. شوف دخول كمال الدين ملاش يعيد التوازن نوعا ما لفريق الريان في الهجوم. وعلي عناد الآن في الدفاع المركز 2 الجهة الأخرى على المهاجم الظهير الأيسر اللي هو آدم التيجاني. بنشوف عيسى محمد وفهد الأجنحة، لاعب الدائرة، نشوف محاولات الاختراق، دخول خاطئ ولا إيش؟ لا، رمية جزائية 7 أمتار، رمية جزائية 7 أمتار لمصلحة فريق قطر، وفرصة الآن للعودة إلى الفارق إلى 3 أهداف. نشاهد هل يستغلها هادي حمدون
أم للحارس الاحتياطي الثاني رأي آخر؟ بوزو سوبوتيك، هادي وبوزو، هادي وبوزو، هادي هادي له الكلمة العليا حتى الآن. الهدف السابع، 7 لفريق قطر، 4 للريان، 7-4. ونشاهد الآن دفاع متقدم على اللاعب كمال الدين ملاش، عيسى محمد مان تو مان على كمال. الحين الآن الآن دور فويوفيتش الظهير، نشوف أميز الكار، المساحات المساحات زادت، أكبرت المساحات، نشوف هل يستغل الرهيب الرياني الآن المساحات الكبيرة للاعبين أم دفاعات الملك القطراوي يعني راح تتم على تماسكها وصلابتها. بنشوف بنشوف شو اللي راح يحصل، فويوفيتش وأمين زكار، ولكن الدفاع قوي قوي، لكن كمال الدين لنصر الدين، كمال الدين ملاش إلى نصر الدين ملاش، والهدف الخامس للرهيب الرياني عن طريق المركز أو عن طريق مركز الجناح الأيمن الأشول الجميل نصر، لاعب خبرة وسنوات وسنوات من العطاء في صفوف الرهيب الرياني. الآن عودة الفارق إلى هدفين، 7-5، ولا زال الدفاع الرياني على طريقته التي بدأ بها المباراة، 6-0 متقدمة نوعا ما على اللاعب حامل. أوه هدف هدف هدف، والله الملك القطراوي اليوم يؤدي مباراة جميلة جميلة جدا حتى الآن. انتصاف الشوط الأول، يتقدم بفارق 3 أهداف، 8-5، وهدف بطريقة جميلة وتفاهم كبير بين لاعبي الخط الخلفي، وعلى الطاير على الطاير بين آدم التيجاني وهادي حمدون، ودور كبير أيضا يلعب لاعب الدائرة بسحب المدافعين وترك مساحات كبيرة. نشوف الآن هدف رياني أيضا، الآن المباراة هدف بهدف، والفارق بين 3 أهداف و2 مع انتصاف الشوط والدقيقة 16 من مجريات الشوط الأول حتى الآن. تمريرات وتسلسل الكرة بين لاعبي الخط الخلفي ومحاولة اختراق فردية، ولكن عمر الصمدي لها بالمرصاد، هل سيسدد أم ماذا؟ بل سيصوب هادي حمدون إلى لاعب الدائرة، تعود ولكن خطأ خطأ 9 أمتار، المست الكرة رجلك يا علي عناد، تعود فرصة الآن، بيرفع يده بيرفع يده منصور، لعب وقت سلبي ولا ايش؟ هادي الى سالم لاعب الدائرة، ومحاولة محاولة دوران، ولكن دفاعات الرهيبة الان فويوفيتش وعلي عناد اغلقوا كل شيء امام لاعب الدائرة سالم انور، وخطأ 9 أمتار من جديد، رفع يده منصور، رفع يده الحكم منصور السويدي وخالد الهيل الى سالم مرة اخرى، رامية جزائية، لا 9 أمتار 9 أمتار وسط احتياجات على خجل من لاعبي فريق قطر. الآن سالم وهادي، يصوب هادي إلى سالم من جديد، لاعب الجناح، برافو برافو عليك يا فهد، برافو عليك يا فهد من مركز الجناح الأيمن، والزاوية ميتة زاوية ميتة، ولكن أحيا الكرة اللاعب رقم 29 اللي هو فهد صالح، ويحرز الهدف التاسع لمصلحة الملك القطراوي ليعود الفارق من جديد إلى 3 أهداف 3 أهداف الآن لمصلحة الملك القطراوي، 9-6، دفاع متقدم على كمال الدين ملاش، 2 ضد 2، جوفو تعود الكرة وخطأ 9 أمتار، نجيت نجوت منها يا جوفو، وإلا كانت الكرة بتكون وتروح فاست بريك للملك القطراوي الذي يقدم أداء جميل بل وأكثر من جميل. الآن
تمريرات لاعبي الخط الخلفي مع دفاع متقدم الآن 4-2 ولا 5-1 ولا 3. أوه كمال الدين ملاش في القائم الأيسر وتعود الكرة من جديد للملك القطراوي. أيضا الكرة ما كان محظوظ فيها كمال الدين ملاش، عمل اختراق جميل جدا ولكن التصويبة لم تكن مثالية ولم تكن بالشكل المطلوب. في القائم الأيسر لتعود الكرة ويعود فريق قطر إلى الهجوم، بل وربما إلى توسيع الفارق إلى 4 أهداف لأول مرة في هذا الشوط. سنشاهد وسنتابع هل للرهيب الرياني رأي آخر بخطف هذه الكرة أو الدفاع وتصدي هذه الكرة أم ماذا؟ سنشاهد وسنتابع الخط الخلفي، بل نزول دائرة ثاني، هادي وآدم، هادي وآدم، تصدي من عبيدي، تصدي من عبيدي والكرة تعود لمصلحة الرهيب الرياني. الآن شوف الانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم، تمريرات إلى من؟ إلى من؟ أوه ما نجحت الخطة، ما نجحت الخطة يا أمين زكر، وعاد الملك القطراوي إلى الدفاع وتنظيم صفوفه لتعود الكرة الآن في الهجوم. الرهيب الرياني، كمال الدين ملاش وفويوفيتش وأمين زكر، نصر الدين وعلي عناد في الجناح الآن، جوفو في مركز الدائرة، نصر إلى فويوفيتش، حلوة حلوة حلوة، كرة خارج الملعب، الكرة الكرة إلى خارج الملعب، خذها علي عناد لكنها عدت الخط. تعود الكرة من جديد وفرصة أخرى للملك القطراوي إلى توسيع الفارق 4 أهداف. المرة الأولى ما نجحت، محمد عبيدي الحارس المونديالي كان لها بالمرصاد، هل تنجح المحاولة الثانية أم للرهيب الرياني رأي آخر مرة أخرى؟ سنشاهد وسنتابع. الكابتن خالد في حيرة من أمره، في حيرة من أمره حتى الآن. ما الحل يا كوتش؟ ما الحل يا كابتن خالد؟ هل يعود الفريق إلى تقليص الفارق والتعديل مع نهاية الشوط الأول أم ماذا؟ حتى الآن يعني المحاولات موجودة، الفريق الرياني قادر أنه يخترق دفاعات الملك القطراوي، ولكن المشكلة في الإنهاء أيضا، مشكلة أخرى تواجه الفريق في هذا اليوم وفي هذا المساء، إنهاء الكرات. يعني ديجان تصدى لكرتين أو ثلاث كرات، كرتين أو ثلاث كرات أيضا اصطدموا بالعارضة أو القائم. آدم التجاني ولكن التصويب إلى خارج الملعب. تعود فرصة مرة أخرى، فويوفيتش فرصة الآن، عمر الصفدي، فويوفيتش، علي عناد، سلسلة جميلة من التمريرات وينهيها علي عناد، إسقاط الكرة من فوق حارس المرمى وتقليص الفارق، وأخيرا عاد الفارق من جديد إلى هدفين.